السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. اليوم فيديو جديد وفيديو مختلف على الفيديوهات اللي كنحط لكم. هنشارك معكم يوميات ديالي ونتمنى انهم يعجبوكم. اول حاجه البنات، هنا بديت معكم كنت كان ديجا انا فاقت وفطرت وكنت كنوجد في الغدا وانا نقول بلاتي ندير الكاميرا ونبارطاجي مع البنات كيفاش كندوز النهار ديالي، وغادي نصور لكم بعض اللقطات. وبقاو مع الفيديو حتى الاخر حيت غنصور لكم واحد الوصفه اللي هي رائعه، خصوصا البنات اللي فيهم كيعانيو من كينوضوا لهم هكا الحبوب فجاه. هذه الوصفه هذه غادي تعجبكم. هنا كيف ما كتشوفوا غادي نوجد شلاضه، يعني هذاك الشيء اللي كاين في الدار. هنا غادي ندير بطاطا وخيزو يتسلقو، من بعد غادي ندير الروز. مصورتش لكم كاع المراحل، يعني كلشي كيعرف شلاضه كيفاش كتصيب، ما محتاجاش انا نجي نوريكم شي حاجه اللي هي سهله. المهم كيف ما كتشوفوا درت خيزو وبطاطا غنديرهم يتسلقو، من بعد غادي ندير الروز والطون هادشي اللي كاين ومايونيز، وغادي ندير شلاضات ندير شلاضه اخرى اللي شلاضه ماغو كان كنديرو فيها مطيشه وبصله وخص ولا فلفله. المهم كل واحد وكيفاش كيصايبه. بقاو معايا وما تنساوش انكم تتبعوا الفيديو حتى الاخر، نتمنى انه يعجبكم. البنات مني ساليت غنشارك معكم واحد الوصفه اللي كنديرها مره في يعني سيمانه بحال هكا ولا في 15 يوم. ضروري ديروا شي كوماج لوجهكم. بغيت نشارك معكم، كاين هنا عندي القهوه وزيت الزيتون زيت العود، وهذا هذا القهوه اللي مطحونه ماشي نسكاف. المهم ها هي انا غندير على وجهي، انا دابا دايره الزيت حيت كنصور دين انا وجهي. شوفوا راه ما فيه حتى شي حاجه موسخ. قلت نشارك مع البنات شنو كندير. غادي نحاول حتى بحركات دائريه كنركز على هاد البلاصه اللي عندي، حيت كتكون هادي كتكون عندي فيها الدهون وهنايا. من بعد هاد القماش غنشارك معكم حتى واحد الماسك كنديرو اللي صراحه زوين بالنسبه للبنات اللي عندهم الحبوب واعر. هاو معايا انتما غنبقى بنفس الطريقه. انا جبيتي بلا ما ندير حتى جبيتي ماشي ما دهنياش ومع الزيف دابا غير باش نوريكم وصافي. بقاو معايا غادي نديرو واحد 5 دقائق وانا كنقوميه بحال هكا بالحركه الدائريه، وهنا ندير بحال هكا على هذا الشكل هذا واحد 5 دقائق، من بعد نغسل وجهي بالصابون ولا الغسول ديالو.
المهم البنات من بعد ما كملت هانتوما كتشوفو غسلت وجهي هانتوما كيبان نقي بعدا على كيف الاول هانتوما دابا غادي ندير داك الماسك اللي قلت لكم غادي يكون فيه الصلصال الاخضر الطين الاخضر او الغاسول الاخضر انا كناخذو من بارافارماسي كيدير هذيك 25 درهم زوين الصراحه كانت عندي الباكيه ديالو ولكن حيتها بقى عندي غير هذيك البلاستيك اللي كتكون داخل ديال داخل الكرتونه المهم في بارافارماسي كتقول لي عطيني غير الطين الاخضر كتكون مكتوبه فيه الصلصال الاخضر كاين الحمار كاين الابيض المهم هذا الخضر صراحه انا مجرباه زوين كيحيد الدهون من الوجه انا دابا خلطته مع ما ورد تقدروا ديروه ما عندكمش ما ورد تقدروا ديروا غير الماء صافي نخليه صراحه الا كان فيكم الحبوب انا كان وجهي عامر حبوب صراحه كانوا كينوضوا فيه شي حبوبات كبار مي تبعت هذا نشفو ما بقاوش انا ما رجعوش ليا الوجه كيبغي غير النظافه يعني تغسلوه دائما جوج مرات في النهار ما الحبوب ما يبقاوش غنبقى دابا غنتسنى حتى غينشف حتى وجهنا كيتكمش وغادي نغسلو ونرجع لكم نتمنى هاد الوصفه هادي شاركت معكم هذاك الشيء اللي درت يعني ما كاين لا زواق لا شي حاجه هذاك الشيء اللي انا درت قلت لكم نتمنى انكم تستافدوا منه سلام بنات البارح ما كملتش معاكم الفيديو دابا غادي نهضر معاكم منها انني نكمل الفيديو ما صورت لكم والو البارح من بعد ما بارطاجيت معاكم هذيك الوصفه نتمنى انكم تجربوها الصراحه رائعه عن تجربه صراحه انا قلت لكم الحاجه اللي جربت وتنتوما الا كان عندكم شي وصفه ولا شي حاجه تبارطاجيوها معنا في لي كومونتير المهم دابايا غادي نقول لكم غنبقى دائما نحط بحال هاد الفيديوهات ولكن غادي يكون غادي نحط نخلي الفيديوهات ديال الطارز وتنبات يعني في ما يكون عندي شي خدمه نبارطاجيها معكم في فيديو المهم غير باش نوعو تبقى دائما القناه كيتحطوا فيها فيديوهات يعني دائمه يعني ماشي مره في السيمانه ولا جوج مرات يعني تبقاو دائما كنحطوا فيديوهات وعطوني الافكار ديالكم وعطوني الا كان عندكم شي فكره ولا تغيير ولا قولوا لي شنو الراي ديالكم وزعما بغيت كنتسنى انكم تعطوني التعليقات ديالكم وتعاونوني اشنو الراي ديالكم في هذا النوع ديال هذه الفيديوهات حيت نتوما هما كلشي يعني نتوما اللي غادي تفرجوا نتوما اللي غادي تختاروا وعطوني افكار شنو غادي يعني شنو بغيتوني نوريكم صافي هادشي اللي كاين وبغيت نقول لكم حتى الوقت معاش نولي نحط الفيديو باش كلشي يشوفو يعني الوقت نولي دائما يعني واحد الوقت اللي هو يكون معين نحط فيه الفيديو باش يشوفو تشوفو يعني كاملين صافي هادشي اللي كاين الصداع ديال الفراخ مصدعينا المهم هادشي اللي غادي هادشي اللي كاين كنشكركم مره اخرى بزاف على التتبع الى وصلتوا هنايا المهم الى وصلتوا هنايا عطوني الراي ديالكم في الفيديو ما تنساوش وشكرا بزاف على التتبع ديالكم نخليكم فيديو جاي ان شاء الله دابا راه غنصور لكم فيديو اخر وغنحطو لكم حتى هو ما تنساوش انكم تشجعوني